صراحة الجمهور هو كان السند الأول ديما لفريق الوداد البيضاوي، واليوم اليوم راه نشتو أشنو طرا من بعد كنا خاسرين ورجعنا في النتيجة الحمد لله. أبو قابل الميساج أبو قابل، وصراحة اللعابة صراحة حسن الله يحسن العوان فهمتيني، لعاب بدون كرة قدم بدون جمهور ما كتسوى والو صراحة، واليوم راكم شتو لا كرانطة ديال اللعابة وردة الفعل ديالهم، وتحياتي لهم كاملين الطاقم التقني واللعابة كاملين سواء الرسميين والاحتياطيين كانوا في المستوى اليوم وتبارك الله عليهم. أبو قابل أونفان بعدا بقينا كنتسناو عامين سيتي ترو لون كوميم، شوطي مشى دونك كنا كنتسناو غير إمتى يتحل التيران، والحمد لله ربحنا دونك أحسن حاجة. سي سا ديما وداد. كيفاش بان اداء الوداد قبل ما يكون الجمهور ومن بعد ما كان الجمهور؟ سا شونجي راديكالمون، كان خاص فريمون الجمهور. في العود اللي لعب لعاب ولاو لاعبين ثلاثة في بلاصة واحد، سيتي ايمونس، سيتي ايمونس. ديما وداد ابو قابل خويا. شوف الانتصار لكل واحد هو ديال الجمهور، لا ما كانش الجمهور ما كانش حنا ضربناهم. ابو قابل ديما وداد وديما وداد. ابو قابل ضربناك سكنات الحجرة، لعبنا بالخواتم، لعبنا بالخواتم. جمهور فريق الوداد خارج فرحان الحمد لله، فرحونا وفاجئوا علينا، وخصوصا الدري عمر ودادي من فريق القلب ديالو، فريق كبير ودادي من القلب ديالو، واليوم خرج ناشط وفرحان يعني، ومن ودادي متعصبين من الحمد لله فرجونا وفاجئوا علينا ولعبوا كره زوينه من 1-0 3-1، وكنهني الدراري كاملين ديال فريق الوداد البيضاوي من راما الصوره حتى الرئيس ديال الفريق، الحمد لله فرجونا وراونا الكره كي دايره وكنصفق عليهم صراحه. هذا ميساج بعدا، اولا بعدا حنا فرحانين على التيرانات بعدا تحلق الجمهور لانه هو المتنفس الوحيد ديال ولاد الشعب، وثاني حاجه الحمد لله اول ماتش من بعد عامين ديال الاغلاق ديال التيران جينا نتفرجوا في الوداد اليوم، الحمد لله خرجنا فرحانين لان هذا الماتش كان ديال 3 بوان الحمد لله. اليوم اللعابه كانوا رجال، كنتمناو حنا 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 جمهور الوداد كان مقلق على ان الميركاتو ما كانش بطبيعه الحال، كاين واحد الازمه ماليه، ولكن كنتمناو هاد اللعابه اللي كاينين غيكون فيهم الخير. اليوم رائع، ما كاين حتى خطا ما داروا. كانوا رابحين بواحد، كانوا خاسرين بواحد وربحوا 3-1، ربحوا 3-1، فرحوا الجمهور اللي عريض عريض ديما وداد وهاد روانه ديما.